طيب اليوم شباب محاضرتنا عن الورد. طبعا المحاضرة السابقة كانت عن الليكسيكال سيمانتكس والمالتيلينجواليزم، وهذه كانت المحاضرة اللي هي الباك جراوند، ثيوريتيكال باك جراوند اللي بتلزم عشان نتعامل مع الليكسيكال سيمانتكس. شو يعني الليكسيكال سيمانتكس؟ يعني دلالة لغوية، يعني دلالة المعنى تاع الكلمة. هلا اخذنا مقدمة عامة، احنا شوي فيري جنرال وسطحية عن الليكسيكال سيمانتكس في المحاضرة السابقة، كان ضروري جدا يعني لازم تتفرج عليه قبل هذا المحاضرة. هلا هذه المحاضرة بتحكي لنا عن شيء اسمه ويردنت، اللي هو لينغويستيك ريسورس او ديكشنري او انطولوجي لغوية، او اللي هو هلا بنشوف شيء انبنت بناء على هذيك المفاهيم. ولايش بدنا هذا الانطولوجي؟ او لايش بدنا هذا ليش بدنا هذا الويردنت؟ بدناش نقول شيء هلا ثيزورس وانطولوجي الى اخره، بدكش بعدين. ليش بدنا اياها؟ طبعا لاي تي ابلكيشنز. ها؟ فانتوا هلا تفرجوا، بدي اعرضها انا الويردنت. في النهاية بنتناقش لايش بتلزم. ها؟ بديش اقول لكم هلا كيف نستعملها. منيح؟ طيب. المحاضرة طبعا بتقدروا تشوفوها على الموقع هذا، والسلايد تعملوا لهم داونلود. هلا الريدنج ماتيريال لهي المحاضرة، أول إشي كل شيء في السلايدز، لأنه في أشياء في السلايدز مش موجودة ولا بمكان آخر. وكل شيء أنا بقوله زائد في بيبر عن الوورد نت من المؤلفين تبعون الوورد نت، اللي ألف الوورد نت اللي عملوه، وزائد هاي الوورد نت طبعا اللي سواها ناس زي ما بنحكي بعد شوية ناس مش لا أي تي ولا حتى لغويين بالمناسبة. بزنس نو سايكولوجيست نو سايكولوجيست، بس لفهمها وفهم مشاكلها، لان هلا بنحكي بشكل عام عن اشياء كوجنيتيف، الكوجنيتيف ساينسز يعني الاشياء الادراكيه والذهنيه، فضروري عشان نفهمها نتطلع على بيبر عملها نيكولا غوارينو والدوغان جيمي عن الويرد نت، يعني هاو تو سي ات از ان اونتولوجي، كيف ننظفها عشان تصير انطولوجي. طيب اول شيء انا بعرض الانجليش وورد نت، هذا الشيء الاساسي، بس في شيء اسمه يورو وورد نت وفي شيء اسمه جلوبال وورد نت حنحكي عنه. منيح؟ طيب نيجي نقول شيء وورد نت. وورد نت عباره عن ليكسيكال ريسورس ديكشنري، خلينا نسميه، بس يعني هذا نوع جديد من الديكشنريز، مش من اللي بحياتكم عمركم شفتوه. تساوى في ال 85 ساوته جامعه برينستون، واللي سووه سايكولوجيست زي ما او عموما بسموهم سايكو لينغويست، في شيء اسمه سايكو لينغويست اللي هو تطور اللغه عند الاطفال وهي التخصصات. ف بنوا شيء اسمه منتال ديكشنري، في البدايه كانوا بدهم يعملوا منتال ديكشنري ايش او كونسبتوال ديكشنري او نتورك للكونسبتس تاعت الكلمات، اها، أو إشي بسميه هايبر دايمنشنال ثيزورس. شو يعني ثيزورس بالعربي؟ مقروص. لا مرجع. لا مكنز. مكنز القاموس على فكرة، أنتم بالمناسبة قاموس الجيب هذا اللي بتعملوه في المدرسة، هذا مش قاموس، هذا مش ديكشنال، هذا ثيزورس. لما بتحطك الكلمة وبحدها كلمات، فيش تعريف للمعنى ولا تصريف ولا إشي، بس كلمة وبحدها كلمات، سواء كان عربي او انجليزي انجليزي او عربي انجليزي، انا مسمي ثيزاروس. طبعا هو مش كامل، ما فيش في كل اللغه الانجليزيه. طبعا هذا بالمناسبه عمل صرعه بعالم الاي تي، صرعه كامله بعالم الاي تي، كل شيء صار، كل التطبيق هذا مبني عليه. ها؟ فبس في الموست فريكوينت ناونز وفيربز وادجكتيفز، الموست فريكوينت منظم بناء على السيمانتكس تبع الكلمات، تنظيم الديكشنري بناء على معانيها مش بناء على علاقات الكلمات زي القواميس اللي بتعرفوها بالعربي والانجليزي. ليش عمل سرعه؟ لانه مش بس اللي الناس بتستعمله كديكشنري لإلها، الاهم من هذا انه الناس انه بنعمل اي تي ابلكيشنز عليه. وبالمناسبه هو كومبليتلي فري حتى فور كوميرشال بيربوسز، فري يعني فري، يعني بتعرفوا الفري مرات
مستويات. فهو فري حتى فور كوميرشال بيربسز حد علمي. فثقوا هون wernet.preston.edu. هلا نيجي نقول اخذنا شو احنا السنسيتس، بدي اوريكم كيف شكله من جوا ستراكشر تبعه. اخذنا احنا سوري السنونيمز، اخذنا شو عن السنونيم، قلنا انه قد يكون عندك كلمه لها كذا معنى خمسه وكلمه لها اربع معاني، مزبوط؟ وقد انهم يترادفين كلمتين في معنى واحد او في معنيين، بس كلهم ما هلا كلهم ما بترادفوا بعرفش، بس يعني بجوز انه نادر جدا ما نلقى كلمه بترادف كل يعني اربعه مع اربعه مثلا. على اي حال اجوا شو اجوا ساوهم؟ اجوا كانوا جمع الكلمه، جمع المترادفات. نشوف كيف السينونيم منظم داخل ال... جمع كل المترادفات، يعني فيرنيتشر بيس اوف فيرنيتشر ارتكل اوف فيرنيتشر، هذول كلمات انجليزيه. طبعا لما نقول كلمه ما نقصدش الكلمه، نقول المصطلح التيرم يعني معنى اخر اللي قد يتكون اكثر من كلمه، صح؟ زي كنا هذيك المره سميها ليكسيكال يونت، زي هذيك المحاضره الماضيه سميها زي ضربنا امثله زي جامعه بير زيت، السلطه الوطنيه الفلسطينيه، كلها تيرم واحد. فنجمع هذول التيرمز في مجموعه، هذه المجموعه نسميها مجموعه مترادفات، زي بالعربي انا بعطيني مثال جدول ومصفوفه وقائمه ولائحه، هذول سينونيمز مع بعض، صح؟ شو كمان؟ ماهر وجدول مثلا، ماهر وجدول مترادفان، طبعا الكلام مش دقيق بس مجازي. هلا فاحنا بنجمع، جمعوا كل المترادفات اللغة الإنجليزية وحطوا لها تعريف، قالوا ما هو المشترك بينها؟ شو المشترك بين، هاتوا نطلع على تيبل وتابيلر اري اورجنايزيشن وكلاسيفيكيشن، كاتيجورايزيشن وكلاسيفيكيشن، تيبل اوف كونتنت وكونتنتس، بيرو شو يعني بيرو؟ ودريسر وتشيست اوف دريسرز، وين الصبايا؟ شو يعني؟ شو يعني؟ فيش عندكم بيرو في شيء بيستخدمونه لتصوير الاواعي شيء زي هيك اللي بنسميه بالعاميه تواليت احنا؟ يعني مجموعة جواهر مع بعض اللي بيستعملها الست عشان دريسر، يعني لما تلبس وتتظبط امورها. هاي بنسميها بيرو بالانجليزي، او دريسر، او تشيست اوف دروورز، مع تعدد اشكالها تقدر تستعمل ثلاث كلمات. على فكره هلا اجوا جمعوا مجموعه الكلمات وقالوا المشترك بينها كذا كذا. شو يعني، شو يعني هون السينونيمي؟ انه في الوورد نيت انه في جمله واحده، على يعني في سياق معين، في جمله ممكن اكيد كلمه واحد مستعمل فرنتشر واحط مطرحها بيس اوف فرنتشر وتزبط. يعني شو يعني كمان مره، شو يعني السينونيم؟ المره الماضيه انا وضحت لكم السينونيم ربطته مع الكونسبت، صح؟ بس هم هون تعريفاتهم كانت ابسط بكثير من المحاضره اللي اعطيتكم اياها المره الماضيه. هذول سايكو لينجويست ما بيدخلوا بعمق، ما بيعرفوش لوجيك على فكره، ولا انطولوجي ولا اي تي، سايكو لينجويست. على فكره بس بدي اعطيكم تعميم يعني اناونسمنت، اللي اخترعت الورد اللي اسمها كريستيان فيلبو، بروفيسوره في برينستون، جاي تعطينا سامر سكول فصل هذا. فاللي بده ماده اللي بده مادة محمد شو بدك تنزل؟ ها؟ شو بدك تنزل؟ ايش يعني حتعطي نحكي بعدين، بس هي جاي عملت لنا زيارة على معهد ابن سينا وجاي تعطي سمر سكول الأولى ولا الثانية؟ لسه مش مبين. فجيب يعني فرصة، يعني هاي فرصة مهمة جدا للي بده يسجل. هلا فجينا كمان مرة، جينا كلنا ست اوف سينونيمز، قلنا شو المشترك بينهم، سجلناه كتبناه وصفناه. شو يعني وصفناه؟ قلنا مثلا هذول فيرنيشينجز ذات ميك ا روم بلا بلا بلا. هون مثلا هاي البيرو دريسر وتشيست اوف دروورز، فيرنيتشر وذ دروورز فور كيبينج كلوز مثلا. طب بقدر اعتبره سيمبل يعني
سيمبل. انا سيمبل المره الماضيه تعلمنا انه الورد سيمبل، الصوت تاع الورد سيمبل. لا هاي الكلمه اللي انا هون حطيتها بالجراي هي مش سيمبل، هاي شيء هي تعريف او الشيء المشترك، وصف لشيء مشترك بينهم، او بمعنى اخر مجازا ليتر بنسميها كلوس، او بمعنى اخر يعني هي توصف المعنى، وصف جمله قصيره بتوصف المعنى المشترك تبع هذول الكلمه. كمان مره شو يعني هذول الكلمات يعني سينونيمز؟ يعني في سياق ما ممكن اكيم كلمه استبدل الكلمه مطرح كلمه بيعطي نفس المعنى، بيعطي نفس طبعا بدون اي مشكله. فتخيلوا جبنا كل كلمات اللغه الانجليزيه نظمناها ل ايش مجموعه سينونيمز، وصفنا السينونيم بايش بتسمى، خلينا نسميه كلوس هلا، واعطينا رقم لايش لكل رقم لكل مجموعه مترادفات. على فكره شو اسم مجموعه المترادفات هاي؟ شو اسمها؟ سين سيت. اختصار لايش يا نورا؟ سينونيمز، يعني سيت اوف سينونيمز. ها واضحه؟ يعني لو بدنا نسويها للعربي شو بنساوي؟ بنروح نجيب مجموعة المترادفات، نعملها شوية وصف، نعطيها أرقام. أرقام هاي الرقم، هذا الرقم على فكرة أوكي وبس ماشي كويس. لست جميع لست جميع هاي هاي كلها البيضة كلها. طب أستاذ ممكن كلمة تكون أكثر من ست؟ هل شو يعني الكلمة بأكثر من ست؟ يعني لها أكثر من معنى. أو شو يعني الكلمة بأكثر من ست؟ لها أكثر من معنى. بالضبط. وهل فعلا شو الجواب معناته؟ هاي اللي بنسميها البوليسيم. يعني لو سألتكم سؤال كيف البوليسيم موجودة بالويرد نت؟ إنه الكلمة بعض الكلمات تظهر بأكثر من مجموعة. طب كيف السينونيم موجودة بالويرد نت؟ بالضبط. طيب لو جيت قلت لكم خذ تيبل واري وماتريكس وبيرو وروح على الويب نت وارسم لي اياهم، ها هذا اكسرسايز. يعني لو معانا وقت كان خليتكم تسووا فعلا، عملت لكم اكسس على الويب نت كنتكم تسووا. يعني في البيت لما تتفرجوا على المحاضره توقف الفيديو تروح ايش مساوي؟ عامل شاف الفروق بينهم، يعني بحط التيبل والاري والماتريكس، شوفي لي بتشوفي لي ايوه بتشوف بتعمل السنسيت تبعت التابل تبعت الاري تبعت الماتريكس تبعت البيت. بس اكسرسايز. نيجي هاي كبرت لكم العدد. هلا اذا البوليسيمي ايش يا اماني؟ انه في تابل تكون اكثر من مجموعه، هي تابل هون از ا بيس اوف فرنتشر هافينج ا سموث سيرفيس بلا 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 بلا. هاي اللي هي بالعربي طاوله. هلا بنشوف. لسه هلا بنشوف. التيبل الثانية اللي هي set of data، يعني يعني a set of data arrayed in rows and columns اللي هي جدول بمعنى. فوجود ظهور الكلمة بأكثر من سنسيت بنسميه الكلمة، هاي الكلمة بنسميها بوليسيمس. ف two fold بوليسيمس هاي يعني تو لها البوليسيمي تبعتها اثنين. طيب الجلوس زي ما قلت لكم الجلوس يعني هم زي اكزامبلز اوف كونتكست، يعني شرح عام بس ليتر على فكره مو المحاضره الجاي عن الاربيك اونتولوجي. كلمه الجلوس عندنا هناك لها معنى فيري ستريت استعملها. فهم هون معنى تقريبي يعني كلام عام، هذا مش ملوش مش منظم بطريقه معينه زي كومنت. طيب للي بيسالني طب كم كلمه بالويرد نت؟ على فكره هذا ويرد نت 1.6، هي الاحصائيه على 1.6. هذا اليوم في ويرد نت 3 نزل. الارقام هاي مش بس، هاي الارقام مهمه بس عشان نعرف شو طبيعه الموضوع. كم كلمه هون في كل بالويرد نت؟ 155,000. وكم سنسيت فيها؟
117 كيف صارت ثاني علي؟ كيف؟ مش الكلمة لها أكثر من معنى؟ مش الكلمة لها أكثر من معنى؟ كيف صار عدد الكلمات أكثر من عدد معانيها؟ لاحظوا على فكرة للي مش منتبه ما هو كل واحد كل بوكس أبيض هون بيمثل معنى هو مع هو باختصار زي معنى هاي الكلمات اللي بنستعملها عشان نشير لهاي المعنى وهذا رقم المعنى وإيش هاي وصف المعنى مزبوط ولا لا؟ طيب إذا شو كيف صارت عدد الكلمات أكثر من عدد المعاني؟ علي الكلمة تتكرر في أكثر من بوكس والبوكس في أكثر من كلمة والبوكس في أكثر من كلمة فبالتالي بس يعني إشي طبيعي إنه يعني في عندك 117 بوكس صح؟ آه يعني على يعني لو بدك توزعهم 115 حوالي 155 يعني لا مش نص 155000 معنى هاي الورد نت على فكره وهي اختلفت الارقام مختلفه للدقه اللي بيسالني كم ناون من هذولا كله هالكلم كم فير وكم ادجكتيف وكم ادفير الاحصائيه يعني بشكل ادق وكم سنسيت لناون وكم سنسيت لفير وكم سنسيت لادجكتيف ولا احصائيه طيب لحد ها ما خلصناش مش هذا كله مش مهم اللي كله هذا الاساس هلا نيجي ندخل نتعلم شغلتين ثلاث عن الويرد نت هم الاساس انه اجوا شو كانوا قبل شوي شو قالت عتاب قالت ليش الديسك مش هون ما هو الديسك ماله نفس سينونيم للتيبل لا يا عتاب هو مش سينونيم للتيبل وقبل شوي حدا قال النهر والجدول قلت لكم مجازا نوع مش صح مش سينونيمز هذول الأنثى أو المرأة سينونيم للرجل؟ لا لا إيه سوري سينونيم لإنسان؟ غلط عندنا إنسان عندنا إنسان وعندنا مرأة لا والله مش صح لأنه إذا أنت بتحكي سينونيم معناها بتقدر تعبر عنه بس معناته متبادلات دائما يعني إذا شفت كلمة إذا شفت كلمة إنسان بقدر أحط مطرح حمر إذا شوف كلمة مرأة بقدر أحط مطرح إنسان هاي السنة إذا شوف مرأة بحط إنسان بس العكس لا العكس لا إذن بالزمن الجهتين صح؟ وإلا بتكون العلاقة سبتايب إزقة أو بالبرمجة شو اسم العلاقة هاي مصري لا سبكلاس باليو ام ال شو اسمها؟ سب كلاس هلا اذا بما اذا اجوا بالورد شو سووا؟ جابوا السنسيتس وقال هاي هذا المفهوم او كلمه ديسك مفهوم سوري مفهومها او السنسيت هاي سب سيت من او سوري بنسميها على فكره بنسميها مش ازنا هوبونومي هوبونومي فعملوا علاقة هوبونومي بين ايش؟ مش الأشياء المتشابهة لا اللي بمفهوم بين السنسيتس عملوا علاقة زي المجازة نسميها مجازة نسميها سب كلاس اوف وفي علاقة ثانية هلا بجيك للتفصيل هذول بس انتروداكشن وفي علاقة ثانية سووها نسميها ميرونومي شو يعني ميرونومي؟ بارت اوف شو اسمها باليوم ال؟ اليوم ال فيها association فيها aggregation يتكون من اللي هي شو يعني يتكون من؟ يعني جزء من يعني نقول الكمبيوتر يتكون من شاشة وكيبورد وسي بي يو ورام طيب العكس نقول سي بي يو يتكون من شو عكس يتكون من جزء من هي نفس العلاقة بس العكس طيب هلا نيجي ندخل فيهم شو يعني هاي بدنا نفهم اليوم شو يعني هاي وفهموها مليح هاي العلاقة لأنه لما نيجي على الويرد نت سوري على الأرابيك أونتولوجي في فرق بين هاي في الويرد نت واللي موجودة بالأرابيك أونتولوجي أو بالأونتولوجي إن جنرال
او سب كلاس ان جنرال. شو ها شو اجوا هم قالوا هلا هذول شو تخصصهم؟ سايكو لينغويست سايكولوجيست، يعني في قسم في دائره علم النفس. يعني على فكره واحد سالني طب ليش راح اسوي بالمناسبه قبل ما نكمل، ليش راح اسوي؟ بكو يعملوا، مش انتم بتعرفوا علاقه الملتيبل علاقه الانهيرتنس؟ طلعوا شو علاقتهم هم. هل لما انا اقول شفت مراه ماشيه في الشارع، شفت انسان ماشي في الشارع، شفت حيوان ماشي في الشارع، هلا شفت حيوان معناته حدا بيمشي. على فكره صفه المشي والتحول الحركي مش صفه المراه، صفه اللي اعلى ابوها، يعني جنس اللي اعلى منه، صح؟ فانت زي اللي عمل انهيرتنس لكل الصفات تاعت الجنس الاعلى، مظبوط؟ هل المخ هاي علاقة الانهيرتنس، علاقة السب كلاس ولا السب تايب ولا الإزة، هل هي بيلد إن في دماغنا ولا بتكلفنا على جهد ذهني لحسابها كل مرة؟ فراحوا جابوا عشان يعملوا الإكسبرمين، جابوا ناس كتير وحطوا أوبجيكس ضخمة جدا وبلشوا وكل الناس يلا صنف تنشوف، بدهم يشوفوا السرعة كده عير على الساعة كديش بصنف، لما نشوف نصنف الحيوانات ونشوف الأجناس فقعدوا يسووا هيك، فلكوا حالهم شوي شوي عاملين بيعملوا في إشي مهم فكملوا. طبعاً هب بدايته بعدين طبعاً كملوا، فصار أوه واو عملنا كمان بالصدفة طلعنا فيه من تندكشنري، عاد هم بعدين صار اسمه، بعدين تغيرت الأمور، بعدين صار آي تي، بعدين صار أنطولوجي. يعني بتسألهم مهم لما تيجي كريستيان تسألوها احنا ما قصدناش نعمل لا انطولوجي ولا بنعرف شيء انطولوجي ولا بنعرف شو اللوجيك، ما قصدناش في كل هذا الكلام. انت معجبك الموضوع تستعملها زي ما بدك تستعملها. طيب فالهوبونومي هم كيف ساووا الهوبونومي؟ كيف اكتشفوا هاي العلاقه؟ قعدوا ناس كذا. هل هيك؟ هل نجي ل هل كل تيبل هو أري؟ لا أقول هناك أري. لا لا لا، تيبل بالمعنى الجدول. هل كل تيبل هو أري؟ طب هل كل أري هي تيبل؟ معناته صفر. لو بزبط الثنتين معناته سلمة. لو واحد العكس الثاني معناته السهم بالعكس. طب هل كل أري هي أرينجمنت؟ أكيد. طب هل كل أرينجمنت هي أري؟ هلا شو بقولوا؟ given خذها، اذا عندنا سنسيت فيها اكس واكس برايم واكس كوتيشن واكس دبل كوتيشن مثلا، او اكس واحد واكس اثنين واكس ثلاث، وعندنا واي واحد واي اثنين واي ثلاث، ها اف وانت بتحط هاي العلاقه، اف انجلش سبيكرز اكسب ذا سنتنس لايك اكس از سوري هاي اكس وهاي واي، هاي اكس وهاي واي. X is a kind of what? A big bureau is a kind of furniture. Dresser is a kind of furniture. Chest of drawers is a kind of furniture. Either English speakers accept this sentence. معناته بنحط. في هون لوجيك؟ لا. يعني في فورمال لوجيك. في هون يعني فيش أي فورماليزيشن. بس تست على الناس if English speakers accept a sentence like X is kind of what معناته بصير هوبونومي. قالوا من بعدين قالوا هو شكلها هاي الهوبونومي ترانزيتيف واسيمتريك. شو يعني ترانزيتيف؟ إذا البوث is type of is a kind of disk والديسك is a kind of table معناته Both is a kind of table. وشو يعني asymmetric؟ يعني مش متماثل. كيف يعني؟ يعني إذا both kind of desk مش both kind of table. العكس مش صح. كمان مرة. إنه مستحيل إذا هاي هيك هل بكونش هيك؟ طيب. So as hyponymy generates hierarchical structure
لأنها لو كنهم عملت لنا شكل هيراركل شجري أهو كنهم inherits all the features from the more generic يعني في inheritance كان زمان يعني البوث ورث صفات مين ديسك والديسك ورث صفات التابل والبوث ورث صفات يعني هو عملية للديسك والتابل والفرنجر هلا لو واحد يجي يقول لي طب استاذ خلينا نطلع بالشجرة شو في أعلى إشي شو الروت هم على فكرة بالمناسبة مش عندهم روت واحد وين دي ثري عندهم صارت انتيتي بس هم اسمع سيبك من الروت الأول الروت الأول مرات الناس تحطه هيك بس عشان الجميلة تحته طب شو اللي تحته عندهم 25 روت هم بسموهم يونيك بيجنرز يعني فعليا اكشن اكتيفيتي هاي سنونيم يعني سوري سنسيت انيمال وفيونا ارتيفاكت اتريبيوت او بروبرتي بادي او كوربس نعم ممكن ينضاف عليهم يعني هم هيك انه ممكن حدا يحط شيء ثاني او يضيف لا كل الجامعات تحتهم كل يعني هذول روس هذول وتقولوا كانه عندنا 25 شجره هلا هدول شو بقول شيء يعني من وجهه نظرهم هلا لو انك انت بدك تبني الورده من بتطلع بنفسهم هاي قصه فلسفيه هاي نظره الامور نظره الناس لل طب الشجره دي الشجره عندها جت بتشوف حدا فيها شجره تقريبا شجره هي مش بالضبط شجره بصراحه وهذا نقطة ضعفهم وهي مشكلة كبيرة جدا فيهم. ولا إلا يستدعي. أنا ضد. أنا شخصيا ليتر من محاضرة جاي نناقش إنه هذا الكلام غلط إنه يصير تداخل. طيب تقريبا كم ليفل؟ إن أفرج يعني في إشي أقل وفي إشي أكبر. خلينا أسرع شوي. هلا الميرونومي اللي مسميها البارت أوف نفس القصة. شيلف شو يعني الشيلف؟ الرف بارت أوف بيرو. والدراور شو يعني دراور؟ شو يعني دراور بالعربي؟ شو؟ شو؟ حملت الماء من الجدار. جرور مش جرار. لا جرور. 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 حملت الماء. طيب بس حتى. طيب. جزء من هي علاقة جزء منه. هلا هم كيف بنوها؟ If the English native speakers accept sentence like Why has A and X as part? As part يعني البيرو has a drawer as part بيرو has a shelf as part مليح؟ طبعا هذول عددهم مش كثير هذول اللي عددهم كثير مليح؟ هاي exercise لو انك بدك تسويه في البيت حاول توقف الفيديو وتسويه في البيت. على فكرة هاي مثال ثاني بس على السريع بدي أستعجل شوي معلش. هاي مثال آخر خذ هذول الكلمات هاي سنسيت هاي سنسيت كار أوتو أوتوموبيل ماشين موتور كار. شو الأعلى منها مثلا موتور فيكل أوتوماتيف فيكل الأعلى منها أتا هاي هوبونومي. الأعلى منها على فكرة شو عكس الهوبونومي العكس. هاي بارونومي. فيش طالب عادي يقدر يسوي هذا الشغل. نعم. حركات. نعم. فيش طالب عادي يقدر يسوي. هاي خليها للنقاش المحاضرة الجاية لأنه العربيك أنطولوجي هاي. واللي بيسوي فيها سهاب مشروع تخرجك هذا. مش كامل. طيب خلينا نكمل. هلا هاي بس هاي مثال هاي زي جست أنا أضرب إكزامبل أنا أضرب إكزامبل عشان أورجيكم. إنه هاي شو اللي فوقها وشو اللي تحتها وشو الأجزاء تبعتها والجزء منها كاردور شو كمان له أجزاء وهي نظمي عارفك هل هذول الكلمات يعني هل هذول الكلمات هاي علاقة بين الكلمات هاي علاقة بين المعاني طيب هاي علاقة التضاد هاي ديش هاي اوبشنال في المادة بنصحكم تتطلعوا عليها بس هاي فيها إشكالية ضخمة جدا بس موجودة بالوردة بس أنا شخصيا لاعتقادي جازم إنه غلط كل اللي صار في الوردة بشرحهاش مع إنه very interesting it's very interesting challenge يعني لو عمكم كمل بيئة جديدة بس حل هالمشكلة بكون إجراء جدا طيب
هون هذا برنامج فاضي يعني داتا بيس بتاعت الويرد نت فري تو كنت تنزلها بالكاتكس فايز بالداتا بيس فورمات داتا بيس بالكاتكس في حدا عمل انترفيس بس عشان نستعرض المحتويات بتاعت الويرد نت اسمه ويرد ويب وهذا شيء رائع جدا انا بعشق هذا البرنامج فري نزلوه هذا اللي بده ديكشنري كيف تحط الكلمه هون يعني كم معنى لكلمة بليزنت هون؟ معنى اللي واضح لنا صح؟ على فكرة مش بس بعطيكم الجلوس لاحظوا كيف بدي اشرح لكم اياها كيف بنظر بيعطي اول بتعطيه الكلمة بيعطيك الجلوسز تاعت وين وردت هاي الكلمة يعني وكأنه هون بتعطيه تيبل بتعطيه تيبل شو بجيب لي؟ بجيب لي هاي وهاي ليه؟ هلا بعدين بيعطيني مثال عليها على الكلمه سوري على ورود يعني مثلا هاي بليزنت وي هاد ا بليزنت ايفنينج توجذر بلا بلا يعني استعمل الكلمه في جمله هلا اذا بتحط له سينونيمز ادعس هون ادعس على هاي واحد بجيب لك تحت السينونيمز بس هاي كلمه بليزنت ما لها سينونيمز وبجيب لك التايب او والسب تايبس بجيب لك اياهم كلهم يعني it's just another way to browse الويرد بتنزلوه من الموقع هذا ضروري جدا تنزله هلا بلا اللي انا بدي اقول لكم اياه انه الويرد نت مش بس فيه العلاقات اللي اخذناها المرونومي والهوبونومي على فكره علاقه السينونومي تركت ترادف مش مخزنه لانها ويدرايف مضبوط ففي بنلقى السينونومي والهوبونومي والمرونومي نلقاهم هذول الثلاثة مضبوط هلا في شيء هذول نسميهم علاقات سيمانتيك ريليشنز ليش سيمانتيك ريليشنز؟ لأنها بين المعاني مش بين كلمات طب هل في علاقات بين الكلمات ممكن تكون؟ في اللغة العربية شو هم مثل؟ لما تأخذ الكلمة لجذرها الأصلي. يعني شو علاقة أكل ويأكل؟ الفعل شو على بغض النظر عن معناها شو معناها؟ أكل. أكل. اسم فعل. العلاقة شو اسمها هو؟ العلاقة شو اسمها؟ كلمة أكل أكل وأكل شو العلاقة اللي بينهم؟ اسم العلاقة اسم فعل. وهنا على فكرة والورد في شوية أشياء زي هيك بس ما نركزش عليها ما نسميها linguistic أو lexical relations بس السيمانتيك relations هي علاقة بين المعاني هل الورد هلا أوكي ما أنا مش هحطه شو الثيزاروس اتفقنا ثيزاروس أنا بس قلت لك الكلمة وكمان الكلمة وبحد هالكلمة يبلع الإنجليزي السينونيم أو مش بالضبط السينونيم ذات علاقة قوية. يعني شو يعني قاموس الجيب اللي تعرفوه هذا مثلاً الفيزاوس تعرفوه حطك الكلمة يعني حطوا جدول شو بحط بحدها أو سوري خلينا نحكي بالإنجليزي تيل شو بحط بحدها أري ديسك بوث فبحط كلمات ذات علاقة قوية جدا وين؟ لهذه الكلمة الأوسطية، هذا نسميه ثيزاروس أو ماكنز باللغة العربية. فالسؤال هل الويرد نت از ثيزاروس؟ لا هلا يس لأنه برضه بتقدر هو باختصار هو أكثر من ثيزاروس، هو ثيزاروس زائد أشياء كثيرة. بدل ما تليبلز ذا ريليشنز بدل ما تحط الكلمة وبس الكلمات بحدها ومنعرف شي هاي العلاقة بين الكلمة هاي والكلمة هاي منعرفش العلاقة هذا بالثيزاروس بالويرد نت أعطيناها ليبل أعطيناها اسم قلنا هاي هاي مع هاي سنن وهاي مع هاي هوبونومي وهاي مع هاي كذا واضح فهو أكثر من يعني باختصار الثيزاروس is just a bag of words بس الويرد نت هو structure كامل منيح مش مطول هلا
ال اوكي شكلي انا نسيت احط سلايد هون. شو لايش ممكن نستخدم الورد؟ يعني اول سؤال نساله على العشره عشان مشروع التخرج. كل واحد على فكره كل واحد منكم بدي كل اللي في مشروع تخرجه كيف ممكن يستعمل الورد؟ كيف ممكن يستعمل الورد؟ لايش؟ لانه مشروع تخرجه سيرش انجن، فلما يبحث عن كلمه نرجع لهذا المثال. لما واحد بقول لك فيرنيتشر، انت وحاب تكتب لك بجوجل فيرنيتشر، شو كمان بتجيب له؟ سونيمز. لا بس الاهم من السونيمز بصير تجيب له اللي تحكي. واحد بحث عن انسان عادي فيش مشكله، كمان جبته مراه ورجل صح؟ هاي ابسط شغله، مش بس السونيم يعني مش ديكشنري. طيب انت مشروع تخرجك هيومن ريسورس مانجمنت سيستم، كيف كمان ممكن تبحث تستعملهم؟ كل واحد حضر جواب. كيف نستخدمه؟ اذا بدك تبحث يعني هلا في الماشين ترانزليشن، بس بدي استعجل شوي معلش انا سالت السؤال مش شرط اوفر جنرال. في الماشين ترانزليشن مرات الكلمه، طب انو معنى منهم؟ تيبل الجدول ولا تيبل الطاوله؟ هلا في شيء بنسميه وورد سينس ديس امبيجويشن. في المحاضره القادمه انا لما ندرس عن الناتشرال لانجوج بروسيسنج بتعرفوا اهميه هاي الاشياء، لانه اللغه فيها غموض صح؟ لانه اي واحد بكل تيبل، طب انو تيبل شو قصدك تيبل؟ فممكن ان في بعض الالجوريثمز نستعمل الوورد حتى نفك ايش؟ الديس امبيجويشن، يعني تصير نعرف انه هذا المعنى ولا هذا. فحكينا مثلا في الانفورميشن ريتريفر انليمتد بصراحه النمبر اوف ابلكيشنز للويب انليمتد ماشي، بنناقش هالمره الجايه على اي حال. في مشروع اوروبي اسمه يورو ويرد نت، صار بعد ما صارت الويرد نت راحوا عملوا مشروع اوروبي قالوا هات نعمل ويرد نت لكل اللغات الاوروبيه. وعلى فكره مش بس للانجليزي، لا الانجليزي عملته اني جامعه شو اسمها؟ برينستون في امريكا. هاتوا نعمل الالماني والاسباني، سوري هاي الدوتش اللي هي الهولندي دوتش والاسباني والايطالي والالماني والفرنسي والتشيكي والاستوني و و و و و. فهذا مشروع كيف عندنا مشروع سيره ومشروع تيمبوس، هذول مشروع، هذا اسم مشروع 2.5 مليون يورو مشروع. الفكره شو هي؟ الفكره قالوا طب ما هو كلمه مثلا تيبل، انا بعرف تيبل شو يعني بالايطالي تيبل؟ ما عنديش بعرف بالايطالي، بالفرنسي تابل، بالالماني بالاسباني مش حدا بيعرف شيء؟ لغاتكم مش منيحه. طيب خلينا ناخذ ايوه طيب ما هو السنسيت نفسها يا علي، لما انا بقول تيبل بالمعنى انها فيرنيتشر. طيب تخيل لو اجيب انا هاي اكيمها واحط مطرحها بس ايش؟ المترادفات الفرنسيه لهذا المعنى بالضبط نفس الشيء. فقالوا هادو نحط الويرد نت بالنص، الويرد نت الانجليزي نحطه بالنص ونحاول نلقى هاي مثلا درايف خلينا شوي هلا خلينا ناخذ درايف هاي بالانجليزي جو موف، ودرايف از سب تايب اوف جو او موف، هذول هاي سنس مليح. ورايد انذر هوبونومي، هاي علاقة هوبونومي هوبونومي مليح. هاي ايش؟ هاي مثلا الانجليزي البريطاني. هلا حط بالنص درايف، حط بالنص درايف، هاي منين اخذينها احنا؟ من الويرد نت، اتفقنا؟ طيب بالاسباني ما بعرف شو اكرههم هذول، هاي كون
كون يو كير يعني درايف درايف يعني ها درايف هون يعني مش بالسياقه بتوقع زي جر او شيء زي هلا وبالايطالي شو يعني درايف جايدو بالفرنسي انا بكرهها مش فرنسي هولندي اه صح هولندي فرنسا مش موجود هولندي هذا هلا هي ايش بدك طيب حطوا بالنص هاي الكلمه فعمليا احنا شو صرنا نساوي صرنا نجيب ناخذ سنسل من لغه ونحطها لنفس الكونسبت ليه اتفقنا هذا كان هدف المشروع هذا المشروع بصراحه بس يعني استعمل هون الشيء الاساسي انه تم استعمال الويرد نت اللي بنسميه انتر لينجوال اندكس فصار الويرد نت نفسه انتر يعني للكل انتر يعني انشاء انتر لينجوال اندكس لكل اللغات هلا هذا الديزاين بس السؤال هل فعلا بزبط اول شيء بدنا نتفق على انا بدي اشرح لكم من الاخر بدي اعطيكم المعلومه من الاخر بديش اتدرج حسب السلايدز بدي اعطيكم معلومه من الاخر اضرب لكم امثله بالعربي تخيل لو جبنا العربي حتى اوكي على اول شيء ممكن فعلا في كونسبتس موجوده بكل اللغات الها كلمات مختلفه بس الكونسبتس مالها صح في بس في اللغات فيها كمان كونسبتس كلماتها لها كونسبتس ثانية مش موجودة بالإنجليزي يعني أنا بضرب لي مثل بالعربي لكلمات مش موجودة بالإنجليزي أنا مثلا إحنا مثلا بالقصائد الإنسان بيقول أنا بحكي كونسبت الكونسبت بالإنجليزي مش موجود الوضوء فكوس لا لا طبعا والله ما الانجليزي قال لي ما حدا يقدر يجيب شو بسموه لا لا احتزق وجهي يا علي هل الخضار الفاكوس مع قروش الانجليز شافوها والله مش بجوز بجوز بس على اي حال قصدي كلكم انه اللي بيحكوا انجليزي بيعرفوش الخضره اللي اسمها فاكوس زي التوت مش الوضوء الوضوء المقلوبي ما بيعرفوا التستاذ ما بيعرفوا الوضوء المقلوبي الركوع المسخن طيب لحظه انا ما اروح اتدور على اشياء دينيه على اشياء الفيري كلتشرال سبيسيفيك انا دائما بقول دائما اللبني اللي لا هي جبني ولا هي لبن كل العالم بيعرفهاش بالمناسبه اللبني بس شميه اللي انا ما حدش بيعرفه غير احنا يعني هلا خليكم معي هلا كمان طب انا بعطيني كلمات بالانجليزي مش كلمات سوري كونسبت بالانجليزي مش موجود بالعربي بالانجليزي او ملوش كلمه بالعربي سوري يعني خلينا نقول كونسبت بالانجليزي ملوش كلمه بالعربي دود يعني دود صاحبي ما فيش دود ما هي مشكله صاحبي دود كلمه شوارعيه مش شوارعيه غيره بيرنت اعطيني كلمه بالعربي والدي او والدي فيش عندنا كلمه مقابله بيرنتس انكل ايوه لا انكل عندهم العم او الخال احنا ما عندنا احنا مور سبيسيفيك هلا انا على كل حال اذا بدك تعرف الكلمات روح دور عندهم على اشياء الدينيه والاشياء الكلتشر سبيسيفيك تلكلهاش ملاحظين نباتات يعرفوها احنا بنعرفوا احنا ما نعرفهاش مثلا زي البروكلي احنا لها اسم بروكلي زهره نفس الزهره لا لا يعني اذا حدا بدي يحكي لك انا بحكي لك زهره بالعربي بنسميها زهره لا بصراحه بسموها بروكلي انا وين اول شيء ورجيتكم انه في كونسبت في بعض اللغات يعني هناك طبعا اشياء مشتركه ولكن مش كل شيء بس مش هاي المشكله بهاي المشروع في شيء ثاني طيب هلا هو الويرد نت حط درايف سب تايب اوف موف او جو ورايت سب تايب اوف موف او جو هذا وين هذا بالويرد نت طب
هل ال ال الكلاسيفيكيشن هاي بتزبط لكل اللغات؟ سؤال، انتو شو بتصنفوا اللبنة؟ لبنة اكل. نعم، شو الاعلى منها؟ هي جنسها شو هو؟ مشتقات الحليب. اكل شوي يعني لو ننزل. هل هي بتصنفها جبنه ولا لبنه؟ لبن. لبن. لبن ولا جبنة؟ لبن. لبن بس أكثر شوي. لا لا لا، هي نوع من أنواع اللبن. لبن جاري. باختصار لبن بس جاري. لبن من جاري. احنا شو بنسوي لبن؟ هو لبن بس نحط المي منه. كثافته. هي بس شمية يعني جد استاذ. هو بيجي حليب بتسوي منه لبن بعدين اللبن بتسوي جبنة. احنا كيف بنسوي؟ كيف بنسوي اللبنة؟ حليب لا سوى لبن من اللبن من اللبن. هو بناخذ اللبن ونقيم المي تبعته. لدرجة معينة ممكن هاي لبن، فهو نوع من أنواع اللبن. طيب إذا شاف واحد فرنسي شو بصنفه؟ مية بالمية جبنة. مش بس لأنه بعرفش طريقة تصنيعه. طب أنتوا لو تشوفوا الجبنة تبعتهم كيف بيسووها بجوز ما صنفوها جبنة. إذا شاهد الكلام هون شو هو؟ إنه يا عم حتى هذول التصنيفات بين اللغات مش دائما نفسها. على أي حال هي خليكم تقرؤوها. هذا مشروع فشل. أنا من رأيي إنه هذا مشروع فشل. مشروع فشل ليش فشل؟ لأنه كمان هذول اللي اشتغلوا بالمشروع تبعهم ما استعملوش نفس الوارد نت، فطلعوا بالآخر هم اتفقوا إنه بدنا نسوي الوارد نت بالنص، فاستعملوا عدة فيرجز من الوارد نت. يعطيكم الصحة. فطلعت كل شغلهم هذا. بعدين سوري، هاي واي ود وي نيد ويرد نت، ماشين ترانسليشن، اوتوماتيك سمرايزيشن، كلاسيفيكيشن، انفورميشن ريتريفال، ويرد سيستمز امبيجويشن. هاي بعض التطبيقات للويرد نت. الجلوبال ويرد نت، الجلوبال ويرد نت باختصار هو مش لا هو يعني كارنش لا في الويرد نت ولا في الجلوبال ويرد نت. كلمه في اليور ويرد نت، الجلوبال ويرد نت هي بالضبط اسم مؤسس، هي مؤسسة اسمها الجلوبال ويب. شو وظيفتها؟ كل واحد بده يعمل ويب لغته ويجست شير اكسبيرينس. ومن كلكم حاول تستعملوا اذا في بوك وكتاب نفس الكونسبت وجدول وطاوله سوري تيبل وجدول. يعني اذا عندك نفس الكونسبت حاول تعملي ماب. يعني انت عملت الويب نت تبع العربي وتبع الانجليزي، لما تعمل الورد تبع العربي اربطي مع تبع الانجليزي. طيب مش شرط انجليزي، جزء واحد عمل اللغه الفارسيه واحد عمل اللغه العربيه، عم اربطوا بين بعض، ظلكم ربطوا بين بعض وحاولوا تعملوا نفس استراكشر. بس هذا هو هدف وي ار شيرينج ريسورسز. يعني كوميونيتي اسمها جلوبال ورد. بدت في 99 هاي الويب تبعها. في هلا ويل شو 50 وهلا تقريبا معظم اللغات في ناس بلشوا يعملوا لها ايش؟ يعملوا لها ويردنس. زي ما انتم شايفين هاي كثير لغات. شو اول لغه شايفينها؟ العربي. طب هل فعلا في للعربي؟ باختصار اقول لكم اياها شو بالضبط صار. اجى حدا كان لازم 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 يبقى فيه ويرد نت العربي مربوط مع الانجليزي. انو هذا الحدا CIA. CIA وليش هذا بلزم؟ عشان يتجسسوا على الشات ويتجسسوا طبعا بلزم. على فكره هاي الاي اي هاي بس هو مقابلات ما ادري الاي اي هاي هلا. فاجوا شو كانوا روحوا وظفوا مين؟ خذوا بعرف قديش المبلغ، جيبوا كريستيان في البوم اللي سوت الانجليزي جيبوا قولوا لها سوينا تاع العربي. اجت شو سوت؟ راحت جابت مناديب. اني مناديب ويل بديش اسمي اسماء عشان كمان نسجل. يعني جابت علماء عرب طبعا محترمين، يعني قالت لهم تعالوا بدنا ورد نت العربي. اللي لقيناه طلعوا في إشي النتيجة النهائية يدعونهم 10,000 كونسبت. لا مش صحيح. كل اللي قدرنا نطوله لأنه عملنا لها داونلود وطولنا فيها
5,000 كونسنت سنس بس 4,000 زيادة؟ لا هم هلا هم بدأوا 10 خلينا نفترض انه 10,000 بس ما عصرش ولا شيء ثاني وقف المشروع وحدث حسب علمي انه فشل السبب انه طلعوا في هي فكره حلوه اللي اجوا طبقوها يعني زي ما انا سمعت من كريشان في البن شخصيا انه اجت قالت تعال عندنا ويرد نت للكنوا الفارسي وللويرد نت للهبرو وعندنا ويرد نت للثقافات الكريبي على العربي ذكروا محاضرة المرة الماضية قلت لكم كل ما زادت الانتر اكشن مع ثقافة معينة يزيد الكونسبت المشتركة مع هذيك الثقافة تذكرين؟ فأجل شو كانت؟ كانت خذ الويرد نت تبع مثلا المجازة بدك الإيراني فارسي والباكستاني والتركي و و و هذول مربوطات مع الإنجليزي خذ المشترك بين كل الثلاث أربع لغات هذول مع بعض أكيد ممكن موجود وين كمان؟ بالعربي ترجمة حرفية فبمعنى آخر الويرد نت العربي اللي محاولة الويرد نت العربي اللي نعملها كان المقصود منها إيش؟ إنه ترجمة حرفية لا الكونسبت الإنجليزي بس متش عاد مشكلة كلام فاضي كلام فاضي فهذا المشروع في شيء احنا بنساوي طبعا احنا بنساوي بس مش الويرد نت احنا بنساويش الويرد نت احنا بنساوي كأنطولوجي اشي مور ادفانس ماتش مور ادفانس وعلى فكره كريستيان فيلبوم هي عضو في مشروع سيره اللي عندنا في المعهد فهي اصلا مطلعه وعارفه كمان احنا شو بنساوي لاحظي هلا اخر اشي بدي اقوله هذا حكيت لكم عن هالشيء بس كمان بدي اقول انه جامعة الدول العربية ودوا ورانا قبل سنتين جزء كان حوالي 10 وقالوا لنا بدنا نعمل ورد لا انطولوجي لا ورد مش عارفين هم شو الفرق بين ورد خلي الكلام مسجل عشان نوصلهم كمان ومش حيطلعوا في شيء انا يعني مشترك معاهم مش حيطلع في شيء السبب نو 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 مش هذا السبب لا لانه فيش فهم لا للويرد نت عند الناس القائمين لا شو الويرد نت فلسفته شو هي ولا عندهم الريسورسز وجامعه الدول العربيه جامعه الدول العربيه مش عندها ريسورسز نعم. قطر ما هي مليارات استاذ قطر بس بتعطيش جامعه الدول العربيه طبعا انا مشكور يعني هي مبادره من حد اسمه وله الفضل كمان نذكر اسمه اسمه أمين كلك وفلسطيني عايش في تونس تخصصه مش هاي يعني بس هو بيشتغل في جامعة الدول العربية فهو اللي بادر سمع إنه في إشي لازم يصير وبادر ودى ورا حوالي 10-15 عالم بالوطن العربي وكلهم تعالوا خدنا تذاكر رحنا أسبوع على تونس تعالوا بدنا نقوم نسوونا هيك طيب بس بدون مصاري بدون فلوس بدون جهود بدون وقت بدون 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 هلا بس الأمور ضايعة مش حيصير ولا إشي يعني. لا انا حكيتها يعني فمش حصير اشي لانه فيش فهم فيش فهم للويرد نت شو هو وفيش فهم للانطولوجي شيء والاهم والادهى انه الانطولوجي مفهوم لدى اللي كانوا موجودين اللي انا مسميها ابلكيشن انطولوجي فاهمينها هم كابلكيشن انطولوجي والابلكيشن انطولوجي مش انطولوجي بتظبط للاشياء اللغويه هلا المحاضره الجايه على اي حال احنا حندرس الأرابيك أنتولوجي وحنشوف حنسأل أسئلة بالمناسبة الأسئلة حضروا حالكم للأسئلة التالية بتعدد النتيجة من الامتحان شو الفرق بين الويرد هل الويرد نت أنتولوجي لغوية؟ هذا سؤال ما نسأله في الامتحان وشو الفرق بين الأرابيك أنتولوجي والويرد نت مش بس مش الويرد نت قصدك إنجليزي كمفهوم يعني بين الآخر وكل الأرابيك ويرد نت شو الفرق بين يعني لو الأرابيك ويرد نت موجود لو شو الفرق بين الأرابيك ويرد نت والأرابيك أنتولوجي؟ بعدين في أسئلة سؤال بسألها شو الفرق بين السنسيت والكونسيت؟ مش أخذنا المرة الماضية الكونسيت؟ طب شو الفرق بين السنسيت والكونسيت؟ وفهم هذا السؤال على ما أتذكر الإجابة عن هذا السؤال دقيقة جدا تعكس فهم دقيق لإلكم إذا فعلا تقدروا تجاوبوا عليه صح
بس وبعدين خلينا اسالها هاو بريسايز ذا هوبونومي هاو ماتش ات از بريسايز علاقه الهوبونومي قديش دقيقه وشو العلاقه او الفرق بين سب كلاس اوف او سبسيت اوف او اللي بنسميها سب تايب اوف مع الهوبونومي شو بالضبط الفرق بينهم ها؟ حكينا نفسها؟ طيب هلا بورجيك مثال خلصنا خلصنا هلا بعدين أنو منكم بيقدر يعمل لي داونلود؟ لا بس بدي اوكي بتعطيها بونص هاي مش بتعملهاش حمزة بس ترى بس بتعملوا داونلود للويرد نت فيش شيء ثاني وتلكوا داتابيس إلا ما تلكوا داتابيس كل الفورماتس اللي بدينا موجودة بس بدي تسوي عليه شغل بدي هلا هو بنزل بسكيما معينه بدي تغير السكيما تبعته بحيث انه تقدر تخزن فيه لغه عربي بس يا سيدي لغه ثانيه بس لو بدك تضيف لغه ثانيه ضيفها هلا هو الكود تاعك بديش تضيف اللغه بس السكيما بس الكود تاعك موجود اعتقد مش الكود قصدك السكيما داتا موجوده اونلاين بنعطيك اياها الاكسل بنعطيك اياها التكست فايل بنعطيك اياها كل واحد عامل فورمات وحطه على الانترنت هذا الكلام زمان فري داونلود انا اللي بدي اياه انتم مش حتملكوا ناصيه هذا العلم باختصار الا اذا عملتوا داونلود للويرد نت ولعبتوا بالسكيما باختصار هلا شو نلعب بالسكيما مثلا لو بدنا نضيف لغه جديده كيف شو اضيف على السكيما عشان اعد هذا بيخليني اتاكد انكم ايش انكم فهمتوا وين يعني انا مثلا بعطيكم فيري 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 سيمبل عشان التسجيل فيري سيمبل سكيما ها ركزوا معي بعمل تيبل اسمه ويرد في ويرد اي دي ويرد بجيب كل الكلمات واحطها فيه ليه بعمل تيبل اسمه سنسيت بجيب في كلمه سنسيت اي دي والجلوس سنسيت اي دي والجلوس بعدين بعمل تيبل يربط بينهم اسمه الويرد سنس بجيب في الويرد اي دي والسنسيت اي دي لهون خزنت ايش انا خزنت الكلمه ومعانيها بعدين بعمل تيبل هلا بتقولي لي بدي تو اوبشنز قدامي اول طريق بعمل بجيب تيبل بسميه سيمانتيك ريليشنز شو اسمه؟ بجيب بقول و سنسيت 1 اي دي والسنسيت 2 واسم العلاقه بين سنسيت 1 وسنسيت 2 set of ولا بس إز أو مثلا بقول إز أ ولا أو مهبونمي ولا مرونة نعمل تابل أو أبروش ثاني بجي بعمل تابل بسميه هبونمي في سنسيت 1 سنسيت 2 وتابل ثاني بسميه مرونمي سنسيت 1 سنسيت 2 ضل شيء ثاني ضل شيء ثاني هلا بجوز يبقى في شوية شغلات علاقات بين الكلمات والى اخره الا ما يتركوا شغلات هلا انا مثلا بس بدي اياكم تنزل ويرد نت بس نزل الويرد نت وتعمل هاي تعمل السكيم اللي قلت لك عنها طب لو بدي اضيف لغه جديده بالمناسبه هاي تعمل التيبل بعمل السنسيت هلا السنسيت بتصير مشتركه لكل اللغات منيح الويرد بالمناسبه بخلي كمان الوير بس بحط معها اللانجوج هذا على اعتبار انه نفس اللغات الاس ام موجوده بكل اللغات زي بعض بديش ادخل فيها هلا في التفاصيل هاي اجل اخر سؤال وبعدين بنطلع اورجيك انت قلت لي يا علي انه الاس ام والهوبونومي نفسها شو هاي علي ها شو هي هاي؟ نهر النيل وهاي نهر صح؟ نهر النيل
is a kind of ناهب صح غلط ولا شو ناهب اللي ينصب الكلاس ناهب مزبوط مثال يعني هي مثلا الصب الكلاس النيل صب كلاس نهر النيل صب كلاس اوف ايرس اوف نهر صح؟ مش نهر النيل نهر النيل نهر النيل صب كلاس اوف نهر ياسر عرفات صب كلاس اوف بيرسون في منطقة شو الغلط هون ها؟ اوبجيكتيف كده انستانس اسلام ثمي هاي مش علاقة صب كلاس هاي علاقة instance of غلط تقول إز كلمة إز كلمة ضلالي غلط كلمة إز بتعني ثنتين instance of وsubset of يعني الهوبونومي هذول ما هذول لينغويس هذول مش لوجيشنز بفهموش في اللوجيك زيكم عشان يعرف إنه الفرق بين instance of والsub class of هو بقول لك شو اذا الانجليش سبيكرز اكس سنتنس لاي كذا كذا هلا هاي شيء العلاقه هاي انستنس هاي غلط هاي العلاقه هاي غلط هاي مش سب كلاس اوف اصلا هو من الاول يعني استخدموا الاز وهي علاقه تعني الانستنس وتعني الانهيرتنس تعني الانهيرتنس في هاي احد نعم صح هاي احد الاغلاط تبعتها أغلاط ثانية في سيركلز بال في هي مرات بنسميها هي مش تري جراف علي هي مش تري جراف هلا كل هاي المشاكل مش موجودة بال بالعربي كونتولوجي مش موجودة احنا مش بس بنستعمل اللوجيك وفلسفة كمان أمور فلسفية بندرسها في أي سؤال شباب طيب بتيجوا قبل المحاضرة الجاي يعني المحاضرة الجاي بعد بكرة بتيجوا منزلين الويرد نت ولاعبين فيها Come on.